ما بس نسي بدي هل هذه هي السينما 3D؟ نعم، فهي هذه السينما. تخلع النظارة ترى هذه، تلبس النظارة. معروفة. لعنة الله على الأنيميشن والله. خد يا بت. إيه يما؟ شابين زي الفل هم؟ وقعي الواحد فيهم. إديني فرصتي يما. يلا بينا. أما. إيه؟ أهو هو ده. كله إلا ده. لا هو ده. يمين بتلاتة كله إلا ده. يما استني والنبي يما، انا عايزه اتجوزه يما. يعني انت تتجوزي ده؟ اه يما. اتجوزي ده، انا هتجوز ده. لا تتعاملي معي، انا لست بني ادم. امال انت ايه؟ انا شجره، شجره صغيره في الصحراء. ابتعدي عني. يلا وريني، فرجيني. ما هذه الهطلة؟ هي بنتك يا بنتي هطلة انت اخرى؟ طلعي بنتك. وليك حق تقول هطلة. ما هو بت، اتفرج على المعاكسة. اتفضلي. بارم 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 بارم. ايه ده؟ حرب حرب يا عتبة. حرب. يلا وري له حاجة تانية. بقول لك ايه يا ابن الناس؟ بص، انا حبيتك وانت حبيتني، انا لا هطلب منك لا شقه ولا شبكه ولا مه ولا عفش. يلا يا بايره يا بنت البايره. انت وعليك كل بايرين يا حبيبي. اهدائي يا امراه. امراه دافع لكم يا بابا. اهدائي يا امراه. والله انا اشرح. بص انا اشرح نفسي عليك. عيب. قال بيقول لك بقى انت مالكش كلمه. انا شجره. انت شجرة. شجرة. البارين دول يا حبيبي في علاجكم. شجرة ولست نخلة. استني والنبي يما. اهدأ يا امرأة. استني والنبي يما. والنبي انا هجيب لك حق. اتفضلي. حقك عندي. بص يا ابن الناس، هو حتة اختبار عملته تبقى بتاعي وانا بتاعتك، ما عملتوش كل حي فينا يروح لحاله. وما هذا الاختبار؟ احنا نحطك في غابة ونطلق عليك اسد، لو كلك يبقى انت يا ابن الحلال من نصيبي، لو ما كلكش كل حي فينا يروح لحاله. هذا الكلام عند الحاجه والدتي. خش بقى يما، خش عشان زهقت. اهدئي يا امراه. بلاش انا. اهدئي هي التي. بلاش انا. تعالي، هذا ليس عدلا. سوف نرميك انت في غابه ونطلق عليك الغوريلا، اذا اكلتك فهذا عدل الله. ولو كلتها؟ لو ماذا؟ كلتها. شيء متوقع معروف. اهدائي اهدائي يا امراه، فانا لا احب. انت اللي صبراني عليه. واحد زي ده واحد سقلانس اصلا. سقلانس؟ والله راجل سقلانس. راجل ايه؟ انا مش عايز اعرف فيك من الصبح. انت ست ولا انت ولا انت؟ انت ست، ما تخلينيش امد ايدي عليك. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ مجنون ايه يا بيت؟ ايها الامير، ايها الامير، انت غنديكي بالشبشب. اهدى. ايوه تديني انا بالشبشب وانت واقف في النص. اهدائي. ايها الامير، دعني أنول الشهادة. لا يا عتبة، لا نولي الشهادة في شيء يستحق. هذه امرأة لعوب تأخذ بالشمش بتسكت. انتظر انتظر أيتها المرأة. ها. سوف أفجر لك مفاجأة. نحن من داعش. سلم لي على داعش. لقد استخدمنا كل الكروت، ما سنفعل؟ باقي كارت واحد. وريوني يا حبيبي. تعال وريوني يا بابا. ايه ده؟ يا خرج اسمي. اهو الكارت يا اهدى. اهو يا حبيبي. اهدى يا رجل. اقعد ساكت. خلاص اقعد ساكت. خلاص يا ربيع. اهدى 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 اهدى. انت مجنونه يا بيت؟ لا ده انا متربي في الشارع يا بنت. ده انا تيجي بالجزمة على وشي. انت مسكني انا، ما تمسكه هو. شجرة شجرة. هو ايه هو ده؟ اهدى. نحن من داعش يا غبي. احترام يا بنت. قوم
نحن آسفون أيتها الويزو. عدوها. ماشي. تمام. لا طلعت راجل. خلاص أنا أقعد هنا. من زمان. خلاص يا عم ماشي. إيه لغة عربية. أنا أقعد هنا يا عم. أقعدي أيتها الإمرأة العجيبة. تعال. نعم. اهدأ كده. اهدأ مالك. اهدأ يا عم ما هتجاوب بتعمل إيه؟ معلوش معلوش. خلاص. أين كلبز وبامبرز؟ ما أسميهم؟ أين أسم... خلص يا عم. أنت غريب أوي يا أخي. إحنا لازم نقول اسمك الحقيقي. ما أنت واقف شايفنا مش فاكرين حاجة. يا ما تكشرنيش كده يا أم ولدك ده. جايين في مهمنا وطلعان عينينا وانت واقف شايفنا واقف بتهزر. خلاص خلاص الامير متعصب بعد شيئا ما. قول له قول له في ايه واقف ليه؟ واقف ليه يا؟ اهدأ ايها الامير لا تهرب منك. اهدأ اهدأ. معلوش جايب لي اتنين غراب. خلاص انت غايب موتك انت في الاخر. اهدأ أنا مساعدك يا زكي. ابتعد. هل وجدتم ناس يفعلون المعاصي ويفعلون هكذا؟ نعم نعم لقد وجدنا من يخرج مع النساء والرجال وحاجة مليطة وحاجة عسل. ماذا نفعل أيها الأمير؟ نقيم عليهم الحد. هيا اقبضوا عليهم. الله ايه ده؟ إرهابيين دول بجد ولا دول ممثلين ولا ايه دول يا عم؟ ارجع ارجع. مين ده؟ ارجع ارجع. اوعى يا انت مجنون. ارجع اوعى. اسمك كده واهدى كده اهدى وقول هديت يا. ارجع اوعى. حلو ادي المدفع ده جبته منين يا؟ لا ها منين يا كابتن؟ لا لا ما اتي بيه من احد. لا ما اتي بيه من احد. ايوه لقد اخذته من الزعيم. الناس الهبله دي ايه؟ اخذته منين بقى؟ ثواني ثواني. زميلك روح اقبض معاهم. في حرب. احنا في حرب. روح اقبض مع زميلك يا عم. استنى بس استنى. روح فجر معاهم يا عم. بترك على يا ابني. روح في مشكله. في مشكله. هذا الرجل هات القنبله وروح فجر. هل انت مبرشم؟ ماذا بك؟ اذهب يا عم دعني وشاهد. اين القنبله؟ القنبله هيا. انتوا عايزين ايه يا عادل توهو يا عادل؟ ارجع ارجع يا عادل. ده انتوا خش وقش وكرانيش يا دقط. ارجع اسمع. اوعى اسمع اسمع. القنبله ايه ده؟ يالا قنبله يالا. قنبله الله قنبله يا. شكرا 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 شكرا. اصل النهارده عيد ميلادي. محدش جاب لي قبل كده قنبله في عيد ميلادي. يا عم هو جايبين لك قنبله من فرغلي يا عم. هي ده بينهم هبل عايزين يفجروها فينا تقريبا. دي مش هتتفجر. انا ياما شفت قنابل بقى بتتفجر بحق وحقيقي. فين ده؟ في الحرب. انت كنت في الحرب؟ اه انا اللي كنت بقلب اتوبيسات الجنود. يا عم انت اسمع مني بس. بقول لك يا ريس محتاج وصله يو اس بي. ها وصله كهرباء. ها اي حاجه؟ لا 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 نحن نفجر في هدوء. دي هتفخخها ولا هتفجرها؟ سنفجرها. اه طب حلو. طب شد حيلك بقى. طب انجز انجز. ولا ايه ولا ايه؟ قنبلة قنبلة هيفجرونا يا ابن المجنونة. هيفجرونا يا ابن المجنونة. بقول لك ايه بقول لك ايه؟ ايه يا معلم؟ اهم حاجة في اي قنبلة بتتفكك قدامك تاخد معاها سيلفي. يلا بينا. يلا كلنا نقول بوم بوم. تمام يعني شوف والله دخلت الفرحه على قلوبنا. احلى لما لمت القنبله. امي كل خميس نقعد بعد الغدا نقعد نفجر في البيت. والله قلت لك لا تهرج معنا لا نحب الضحك. انت
اتفضل اشرب دي. ايوه يا ريت عشان المناديل دي ان شاء الله دي فيها منوم عشان تنام وما تقرف ناس. وخدامين الجزم يا فندم. ربنا يخليك، هستاذنك بس تشوف الاستاذه اللي هناك دي مخوفاني. طبعا طبعا. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. حضرتك تشربي ايه؟ هات لي كيو بالسلحليه. ايه؟ العب باليه. تلعبي باليه؟ عموما السلحليه مش موجود دلوقتي يا فندم. طب عندك ايه عصاير فريش؟ عندنا بقى حاجات مميزه جدا، اندهلك بقى كبير العصاير الفريش. ماشي يا فطوطه، تعالى يا حبيبي. احنا خدامين البقر يا فندم. انا كله هيضيفني في الكافيه ده. اعرفك. لا ما تعرفنيش، وهي دي محتاجه تعريف، دي اشهر من النار على العالم، مش مسرح البالون. لا انا مش مسرح البالون. امال ايه؟ انا التجمع الخامس. طيب الله يكرمك. حضرتك تشربي ايه بقى يا فندم؟ إيه هات لي عصير قصب. اوبا، ده اختبار صعب ليك ده يا فتوته، ده عصير القصب وانا هنجح فيه. طيب. هات لي قصب. ماشي ماشي، ثواني واحده يا صبوري. القصب اهو، محدش يقدر يعجزني. الست طلعت عصير. الحمد لله والله بجد. رغبت عصير بنت اللذينة. الحمد لله. بتجيب منين يا لأ؟ اشرب وهدوء. انا ممكن انزل لك بيبسي لو عايز. بتجيبي بيبسي؟ ايه ده، نشوف. دي معجزة. سبحان الله. يلا يا فندم. ايوه انا عايز بيبسي لو سمحت. يلا حط الكوين. دايما بمسي بجنيهات فضة، عامل حساب انا للمواقف دي. خد يا فندم اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ يا سبحان الله. طب انا عايز 7. نفسي في 7. احط الكوين تاني. حاضر ماشي، معلش. تاني اشرب 7. صاحبي عايز 7 بس. ماشي. حط الكوين. يا رب ما نتكسف. ها؟ خلص والله. لا ما خلص، انا عارف ساعتها علق. ساعتها حطيت لي كوين؟ حطيته والله. الحمد لله. انا عارف المكان ده ساعات تعلق المكنه، لو خبطناها هنا هننزل جنيهات بالهبل. عارفها الحاجات دي كويس. بس الست دي كنز بقى، ده كنز. أيوة. مش هنسيبه. الست دي بقى احنا ندهنها احمر ونكتب عليها لو ده جنان الجن. ونكتب بقى ونلف بقى كل المحافظات. ايوه ونلف المحافظات ونجيب مايك ونقعد نقول اضحك والضحكة هتبقى ضحكتين، واتنين في اتنين باربعة، واتنين في اربعة بتمانية، وستة في ستة بستة وتلاتين، وخمسة في خمسة في خمسة وعشرين. ما تعيش بروح العجل اللي جواك، لو مهما قالوا اللحمة مش مفرقاك، أكل الناس بيب 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 بيب. طعم البعاد صبار والغربة ليل بهدان، يا هاني يا محمود إياك تكون حمدان. لو طالت المسافات أنا عندي عربية بسات، وأروح العين السخنة وأروح عدي بالذات، يا هاني يا محمود إياك تكون حمدان. كدنا العواسل بحنا، انما ايه؟ ايه ده، دي بتطلع مسدس. هو قال لي معاهم مسدس. بلاش والنبي المسدس، بلاش المسدس والنبي. ايه ده؟ مرايه. ام الستات بيحبوا يشوفوا نفسهم قبل القتل وبعد القتل، قال بيطلع نمش ولا ما بيطلعش، ما انا اللي هموت. يا رب بلاش مسدس، بلاش مسدس. جاي عليا. ايه ده؟ جاي عليا. هو انت؟ ايه ده، انا مش موجود اصلا. ولا مش انت؟ لا مش انا. لا شكلك انت. والله ما انا. ولا مش انت؟ مش انا. لا انت. مش انا، مش انا، مش انا، مش انا يا سياده القاضي. خدوني حته لحمه سوده، كسروا لي اسناني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه هو انت؟ لا والله ما انا. نفس العين، نفس الودن، نفس المناخير، نفس البق. هو حضرتك عندك كلب شبهي؟ مش انت اللي حاطط صوره احمد عز على البروفايل بتاعك؟ ايوه انا اللي حاطط الصوره دي. بس انت ما ينفعش تحط صوره احمد عز. امال احط صوره مين؟ شكوكو. شكوكو او ريكو، يعني اختار. ايوه طب هروح احط الصوره وهاجي. تعالى هنا. إيه؟ انت مش فاكرني؟ لا والله مش واخد بالي. انا اللي عملت لك بوك على الفيس. عملت لي ايه على الفيس؟
بوك. لا هتشتمي هشتي. بقولك عملت بوك. ما انا ممكن اعمل لك بوك واللي جابوك. انا فاهم التكنولوجيا كويس. افهم، انا اللي قلت لك هاي. اه انت اللي حاطه صور انجلينا جولي؟ ايوه انا اللي حاطه صورة انجلينا جولي. يا بنت اللذينه. يعني ايه ده؟ هو انت كده اسمها ايه دي؟ ايه؟ انت الاكونت بتاعك اللي اسمه قشطه؟ وانت حلاوه؟ حلاوه. يا فرحتك يا مصطفى بامراه. لا لا مصطفى هتعملوا عليا حفله؟ لا ما بحبش انا كده. ما تضايقنيش. انت بتتلككي يا ولد. انا متفق على نفر واحد. انت بجوه. ايه اللي متفق على نفر واحد؟ لا وما تقولش سير مصطفى دي تاني. الحقني يا مصطفى. مفيش حاجه. اصل مصطفى ده اسم جوزي. بجد؟ صدف. بس ولا يهمك منه، ده عامل زي القله في البيت اصلا ملوش اي لازمه. بجد؟ ده كله على بعضه قد كده اهو. قد كده اهو؟ قد. وعارف واحنا خارجين باخده عليا ونمشي. يا سلام. شفت اديني عقلك؟ هو اللي كان بيطلع من الصندوق. ده شكله هفع قوي مصطفى ده. ده انا بكرته على قفاه. بتاعتي كمان. لا لا حجز عليها شوش مرغاني، حجز عليها. امرك يا باشا. يا باشا زرتنا البنت دي بتاكل عيال بره. ايه اللي جابك هنا؟ ما 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 يا اختي. مصطفى افهمني. انا ايه؟ انت ايه؟ انا ايه؟ انت ايه؟ لا لا يا مصطفى. ايه اللي جابك هنا؟ ده انا كنت جاي اجيب ربع جبنه بجنيه لبن. ايوه حضرتك ليكي 75 قرش باقي وكارت شحن. ايوه ايه هو ده؟ لبن اللي جاي تجيبيه من الكافيه. مش ده كافيه بافلو؟ بافلو. الجاموسه. الجاموسه يا جاموسه. تعالي تعالي ده انا هقتلك. الظهر عطلت. بقول لك ايه؟ انا هجيب التاني وانتش على طول. انت زقه بس. كمل انت وانا هضرب شماريخ هنا. كمل ان شاء الله هنكسب. كان حتى هتخش الاستاد. تعالى استاد. ايه دي مراتي؟ مراتك. خد اقول لك بقى. مراتك هي اللي عامله اكونت قشطه اللي بتكلمك وجايه تقابلك. يا بيه يا حلاوه. ما تقولش حلاوه دي قدامها. ما تقولش حلاوه يا حنان. بس انت مظهر ابو النجا يا حلاوه. اسكت. حلاوه؟ لا حلاوه ايه؟ انا مش حقيقة. انت قشطه؟ لا مصطفى قلت لك النبي يا مصطفى. لا لا مصطفى. لا يا مصطفى. شعري 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 يا مصطفى. بس جيم اوفر. هات انا اكمل. بتشتغلوني؟ طب تضربها بالهوا. ما تعمل اي منظر رجوله قدامي واضربها. اخرس اخرس. كل يوم من ده علقه ولسه ما تروحي في علقه زيها. لا يا مصطفى عشان لا يا مصطفى انا مش قادر اصدق. والله العظيم ما قادر اصدق. ما كانش عشمي كده يا طيري تسيبني وتحوم على غيري. بص انا مش معترض ان مراتك بتخونك وانت بتغني، ده كل واحد وبروده يعني. بس انا في نقطه، ما كانش عشمي كده يا طيري. طيري دي عايده على الحجه. ده انتوا هتولعوا في جهنم اقسم بالله. يا عم احنا عيله مجامله مالكش دعوه بينا. تقعدوا في البيت بقى تقولوا يا بيبي وعصفوره حياتي. وعصفوره الجاي مالكش فيه يا حبيبي. في بيتكم بقى ومحدش سامعكم. ما تبقوش بقول لك عن فخك. ماشي اتفضل يا بيبي. مصطفى يا حبيبي. مصطفى حبيبي عشان خاطري. ايه؟ ضغط عالي. ضغط عالي. هتقولي حبايه الضغط ونص فرخه. مش قادر. هتبلع الحباب نص فرخه؟ مش قادر والله. مش طب خلاص تعالى. بتخوني. تعالى لا بس تعالى ريح. بتخوني. الشك هيجنني. لا شك. لا يا مصطفى. الشك هيجنني. مصطفى عشان خاطري. التقل هيموتني ياما. بس خد اشرب العصير ده. بس انت اللي هتدفع حساب. ما هات بقى. بس ايه ده؟ خالد احنا اصحاب من زمان صح؟ بيتهيألي كفايه كده. لا مش كفايه خالص. انا محضر لك مفاجاه. ايه؟ احنا هنفضل اصحاب. أيوه. تمام. وبالمناسبه دي وبمناسبه الفالنتاين خد مراتي دي هديه. يلا وعليها مروحه فوقيها كمان. لا انا ممكن اخد المروحه وتخلي مراتك معايا. لا والله ده عرض على بعض وانا والمروحه مع بعض. معلش حضرتك دي رابع مره جه هنا معايا الضمان. هنعمل ايه؟ شركه معفنه. هنعمل ايه فيها؟ وانا في شركه رنين. معلش انت هتديني المدام بتدبسني فيها. مفيش الكلام ده خلاص. انا اتصرفوا انتوا مع بعض وتصالحوا. يا مصطفى عشان خاطري. يا مصطفى ما تقوليليش مصطفى. ده انا حاسس ان انا مش مصطفى، حاسس اني كريم. قولي لي يا كريم. ماشي خلاص عشان خاطري. ايوه بس كده استهدوا كده وصلوا على النبي. ما احنا مستهدين بس صلوا على النبي كده ما بينكم.